أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين، اليوم إحنا لسان المواطن العراقي وكذلك لسان الإجابة عن مديرية المرور العامة. اليوم المواطن العراقي يسأل عن كيفية تنظيم إجازة السوق في مواقع تسجيل المركبات وإجازات السياقة في مديرية المرور العامة. نشرح لكم الآلية اليوم شلون الآلية، آلية إصدار إجازة السياقة وكذلك آلية اللي تخص نفاذية إجازة السياقة وتجديدها في دوائر مديرية المرور العام. بداية المواطن يذهب إلى موقع تسجيل من مواقع تسجيل مديريتنا مديرية المرور العامة، عندنا موقع تسجيل التاجيات مثلا، يسحب من داخل المديرية الاستمارة الإلكترونية، يسحب أولا الاستمارة الإلكترونية ومن ثم إلى لجنة الفحص الطبي في مديرية المرور العامة داخل مديرية المرور العامة. هذه اللجنة يفحص فيها النظر ومقدرته على قيادة المركبة، وبعد ذلك يذهب إلى الاختبار النظري الذي هي عبارة عن مجموعة من الأسئلة، مجموعة من الثقافات المرورية، سؤال عن العلامات المرورية، وبعد ذلك إلى الاختبار العملي قيادة المركبة وكيف يتم التعامل مع عند صعوده للمركبة، وبعد ذلك يذهب إلى البصمة الإلكترونية اللي هي يصور يتم تصوير المواطن، وبعد ذلك المرحلة الأخيرة هو دفع الرسوم والبيمنت. هذه كل الخطوات اللي تخص عملية إصدار إجازة السياقة لأول مرة، يعني طالب إجازة السياقة لأول مرة. طبعا رسم إجازة السياقة لأول مرة هو 135 ألف دينار، وتكون صلاحية الإجازة لمدة 10 سنوات. طبعا تحياتنا لكم وأمنياتنا لكم بالسلامة والموفقية والنجاح، ونتبعها إن شاء الله بحلقات قادمة. بارك الله بالجميع.